السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسولنا خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد. فقال السادة الشعراء والأدباء المستضيفين الذين بذلوا الروح والوقت في سبيل أن يسعدونا بإبداعاتهم الأدبية المختلفة من أشعار وقصص أدبية متنوعة وفنية وترابية. مرحبا بكم جميعا في مختبر بصمة القلم الصوفية محطة الإبداع. لحضوركم أمسياتنا والتي تهدف دائما إلى نشر الثقافة والإبداع، هو الغرض الأوحد منها هو أن نجتمع فيها ونرتقي على حبها، ونسعد جميعا بما تقدموه من نتاج أدبي في جو يتناسب يناسب طموح كل منا. أشكركم جميعا لتلبية الدعوة والحضور، وأقصد الشكر الأستاذ رزق محمد والأستاذة حنان عبد السميع والأستاذة حنان حسن، وطبعا شاعر الصورة شاعر الصورة الجميل أستاذ دهب. مرحبا بكم جميعا.